انخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع دولار و27 سنتا ليبلغ 88 دولارا و18 سنتا وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية. أما في أسواق النفط العالمية فقد تحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع على مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين. وارتفع خام برنت بواقع 22 سنتا ليسجل 86 دولارا و31 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس بواقع 36 سنتا ليسجل 82 دولارا و52 سنتا.